محمد أمزيان رئيس الجمعية المغربية للمنظرين. إذن تنظيم ديال هذه الدورة الثانية من المعرض العالمي غاردن إكسبو المختص في مهن البسنة والتهيئة المنظرية كيجي هذه السنة بطبيعة الحال بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. الهدف من هذا المعرض هذا هو تحسيس الفاعلين المؤسساتيين بالدور اللي كيلعبوا المهندس المنظري في تحسين إطار عيش المواطنين والمساهمة في تطوير أو لا في المحافظة على البيئة وكذلك استدامة الفضاءات العامة. إذن هذا المعرض هذه السنة تعرف مشاركة ديال أزيد من 60 عارضا من مجموعة من الدول، من طبيعة الحال بداية المغرب وكذلك من إسبانيا من فرنسا من تركيا ومن جمهورية مصر العربية. المعرض هذه السنة كذلك كيتميز بتنظيم عدة ندوات علمية غادي أطرها أساتذة وخبراء في المجال واللي كتمحور حول موضوع اللي كيتعلق بسياسة التشجير أو السياسة العمومية للتشجير ودورها في العمل من أجل المناخ وأهميته في المغرب. تهيئة العمرانية والمجال. ميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون ان غاردن اكسبو اورغانيزاتور. À savoir là, le paysage, un thème qui est très très vague, on va dire, qui intéresse tout le monde, c'est bon, la diversité biologique et à l'occasion de cet événement exceptionnel organisé sous l'égide du ministère. احنا كلنا عارضين من خدمات من احتياجات من مصممين من استشاريين. العالم كله النهارده يعني اصبح زي ما احنا بنقول قريه صغيره، الكل قادر ان هو يتواصل مع بعضه، الكل قادر ان هو يوصل فكره جيده للغد. احنا حابين ان احنا نمشي خطوات سريعه لان احنا متاخرين شويه، كلنا محتاجين ان احنا ننقل بعض الخبرات، احنا محتاجين ان احنا فعلا نعمل يعني الهدف اللي احنا كلنا دايما بنقول عليه، بنتكلم على السلوجن اللي بيقول الكوكب المستدام بس احنا ما بنطبقوش يعني. فاحنا محتاجين كاستشاريين كموردين كشركات عامله في المهنه ان احنا نطبق الافكار دي، نطبق الكرايتيريا يعني بتاعه الاستدامه. النهارده احنا جايين نقول لحضراتكم سلوجن مهم جدا حابين احنا نقوله ليكم، ان احنا نغير. فازاي هنطوع الحجر ده لخدمه البشر؟ بشكر حضراتكم وبدعوكم لزيارة الدروس تبعنا هنا موجود، ويا رب نكون المشاركة بتاعتنا مش الأخيرة والفعالة، ونكون قدمنا حاجة جديدة ونستفيد من خبرات حضراتكم ونقدر نضيف. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma